لازم بصراحة نتعاون كلنا. أنا بشكرك المهندس عبد اللطيف خالد رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري، بمعنى إن نتعاون كلنا. وكلاء وزارة الري والموارد المائية من زمان، يعني التاريخ الزراعة في مصر، وإحنا كنا بنشوف المهندس الري، مهندس الري ليه مكانة حتى اجتماعية مختلفة عن أي مقدم خدمة للفلاح. مهندس الري هو كان يعني أقرب شخصية للمزارع المصري، موجود معاه في أرضه، بيتعامل مع الترع ومع المصارف ومع المراوي، وشخصية قريبة جدا بطبيعة الحال من الفلاح المصري. النهاردة مع تفتت الحيازات وعددنا زاد، وبقى فيه يعني عادات جديدة ومدخلات على مجتمعنا الريفي، قل الدور ده، بقينا نتعامل مع مهندس الري كموظف مسؤول فقط ان هو يوصل لنا الميه. لو حصلت عندنا مشكله، الراجل ده مقصر، احنا معترضين، الميه ما جاتلناش، ده اللي بنسمعه. لكن لو احنا تابعنا المداخله مع الدكتور عبد اللطيف، هو مش هيشتغل لوحده، هو مش هيشتغل لوحده، هو بيقول لي انا عندي مقنن مائي بصرفه، مقررات مائيه بصرفها للاراضي الزراعيه لكل زمان. اذا تم التعامل معاها بطريقة سليمة هتكفي المية، خصوصا ان هو بيقول لي انا عندي 13.5 مليار متر مكعب انا اساسا بعيد استخدامهم مرة تانية من مياه الصرف الزراعي. وبالتالي اي سرقة مياه او اي زراعات مخالفة هي بتؤثر على المجهود اللي هو بيقوم بيه. فاحنا نيجي نقول ايه، اصل المية ما جاتش، هو المسؤولين فين؟ يا جماعة الحقونا، الزرع بيموت، احنا نازلين نمشي على الترعة، هو المسؤولين فين؟ ده حصل الموسم الماضي، واحنا بنتكلم دلوقتي واحنا في الشتاء قبل دخول الموسم الصيفي بفترة كافية وطويلة، علشان انا قلت ان احنا لازم كلنا نشتغل كفريق عمل واحد. المهندس لوحده مش هينجح في ان هو يعدي بالموسم الصيفي بسلام، المهندس لازم يكون في تواصل ما بينه وما بين الفلاح، والفلاح يكون مستجيب لإرشادات الدولة اللي المهندس بيوصلها له. عندنا مساحات مقررة زراعتها بالأرز نلتزم بيها، عندنا مساحات مخالفة أو خارج الزمام غير مقررة في المياه، دي كلها هتأثر علينا، ودي بيبقى فيها نوع من عدم العدالة. إزاي الراجل الملتزم اللي بيزرع يشوف من المياه بتاعته بتتسرق قدام عينه؟ معانا الحاج السيد من الشرقية، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. كسامة. أهلا بحضرتك حاج سيد. انا قال لي مشكلتي ماد، والحمد لله ان انا اتصلت عليك من اسبوع كده والحمد لله انحلت، يعني ثاني يوم ما كلمتك اتحلت على طول. يعني السماد انت صرفته خلاص؟ خلاص، بس هي مشكله واحده بس. طب الاول قبل المشكله الثانيه، انت فين في الشرقيه أوه. والجمعيه كان اسمها ايه؟ جماعه كان اسمها جمعيه عنتيب. عنتيب؟ غنتير. غنتير ده في غنتير تبع مركز فاقوس. تبع مركز فاقوس. في فاقوس يعني. تمام، يعني الحمد لله انت جات الاسمده وصرفتوها، ايه المشكله الثانيه؟ يعني على طول المشكله الثانيه اللي كلمتك عليها من 3 4 ايام، مشكله الري في تراب السمعنه الجديده. الري في السمعنه الجديده؟ اه. مالها السمعنه؟ تراب السمعنه دي فيها الوقت تحجير طريقه الحسنيه فاووس، وفي الميه ما بقتش لا 40 يوم. ايوه، انت كلمتني فعلا عن ان في مقاول بيعمل مشروع وان هم بيعملوا تحجير. 10 مقاولين يا باشمهندس اللي واخدين، مش مقاول واحد، هم 10 اللي واخدينها. ايوه، لكن لسه هو الشغل ما خلصش، فطبعا هم قاطعين الميه علشان يعرفوا يشتغلوا، وانتوا في بعد العمل ده ما فيش ميه. كلام كلام هقلك والله من العطش يا استاذ سامي. النهارده احنا هنكلم وكيل وزاره الري مره ثانيه، لان هو كان وعدنا ان هو هيتواصل مع المقاول ويعرف هم شغالين ازاي، والفتره الطويله دي ازاي ناس الفلاحين هيستحملوها هو وعندهم محصول في الارض. فالنهارده هتابعه تاني. احنا يا باشمهندس احنا مش عارفين نشكرك ازاي، اهل القريه حدانا هنا على حكايه الاسمده دي. الناس يعني حساني ان انا اللي انا عامل لهم جميل، قلت لها الجميل مش جميل، يعني الجميل جميل ولا ولا جميلنا، لا هو بالعكس، هو احنا بس بنوصل لكم الصوره وبنتكلم مع المسؤولين. احنا كنا قلنا ان البرامج الاسمده هتوصل في خلال اسبوع 15 يوم. لا يوم وسط على طول الحمد لله. الحمد لله، فانا يعني بشكرك يا حاج سيد، وهتابع لك برضو مشروع الترعه السمعنه اللي بيتعمل دلوقتي ده ومأثر على وصول المياه. بشكرك الحاج سيد من الشرقية. يعني دي مشكلة من المشاكل المتعلقة بالري برضه. ما هو احنا عارفين ان احنا هنعمل مشروع وعندنا في الشتاء ممكن الزرع يستحمل شوية.
بس يستحمل قد ايه دي بقى تختلف. ما هو انا مش كمقاول هاخد المشروع من وزاره الري وابتدي نفذ التطوير في الترعه وتقول لي اصل انا بقى لي 40 يوم. يعني ده وقت طويل جدا. وانت كده بتخدم المزارع وبتنفذ المشروع اللي انت واخده، ولا ده بتسبب له اضرار جسيمه في الموسم بتاعه؟ انا مع تطوير الترعه ومع الانشاءات الجديده اللي مقامه النهارده اللي احنا بنشوفها داخل محافظات مصر. لكن دي لازم يبقى ليها جدول زمني يتماشى مع طبيعه الحال. انت كده بتفسد له الموسم بتاعه، ده نوع من انواع الفساد. النهارده الراجل ده بعد ما زرع وصرف على اسماد وعلى تقاوي واشتغل وجاب عمال وقاعد مستني المحصول بتاعه، انت النهارده بتفسد له الموسم بتاعه، بتدمر له محصوله. قبل ما تاخد المقاوله دي المفروض يبقى معروف ليها وقت زمني، يبقى انت ليك مستلزماتك كلها جاهزه بحيث ان انت تنفذ في اقل وقت. والحاج سيد المداخله اللي فاتت قال لي بدل ما يشتغل ورديه يشتغل اثنين، وانا بقول لا يشتغل ثلاث ورديات. يشتغل. معايا المهندس علي عبد الحفيظ وكيل وزاره الري بمحافظه الشرقيه، برحب بحضرتك يا فندم. يا باشمهندس علي. اه يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. في مشكله جات لي من الاسبوع الماضي متعلقه بترعه السماعنه الجديده. في مقاول واخد مشروع بينفذه هناك، بيعمل تحجير للترعه او تبطين يعني. هو اتاخر بقاله 40 يوم شغال، والناس في نهايه الخط ما فيش ميه، او بعد الجزء اللي بينفذ فيه المشروع الميه مش واصله لهم، وعندهم قمح وعندهم زراعات مختلفه بتموت من العطش. هو الجدول الزمني قد ايه عشان ينفذ المشروع ده؟ وليه اتاخر الفتره دي كلها؟ لا هو ساعتك بالنسبه للمشروع ده، المشروع ده ضمن مشروع ازدواج طريق فاقوس الحسنيه بتقول حوالي 25 كيلو. وطبعا ده هذا الازدواج هو طريق رئيسي بيخدم مدينه الحسنيه وجزيره سعود والمناطق المتاخمه ليهم كمحور رئيسي بين فاقوس ومدينه فاقوس والحسنيه. الا ان الاعمال اللي كانت بتتم حاليا اللي هي الحوائط السانده دي اعمال كانت بتتم داخل فتره السده الشتويه، والسده الشتويه محدده ب 15 يوم فقط. وطبعا هو بحاول يعمل اساسات في الفتره دي على اساس ان الميه لما تنطلق يبقى ما فيش مشكله ان هو بيشتغل فوق الميه وما الى ذلك. الا ان احنا حاليا طبعا السده انتهت، وحاليا ان احنا بنزود تصرفات، واي حد بيشتكي من عدم توصيل الميه وما الى ذلك يا ريت يتصل بيا ان هنتابعه وان شاء الله نفيدنا. طيب انا هدي الحاج سيد رقم حضرتك. وبطلب من حضرتك ان احنا نعرف المقاول ده قدامه قد ايه ويخلص، عشان فعلا الناس بتستغيث الميه مش واصله. هو ساعتك المقاول، ما هو ساعتك احنا بنقول ايه، هو بيأسس من تحت والشغل اللي فوق الميه بياخد فتره، وبالتالي يعني هم مش هيبقى له علاقه ان هو هيأسس الميه او لا، ان هو كان بيشتغل. يعني الناس دي عندها ميه دلوقتي؟ يعني اصل انما اي حد ساعتك الحاج سيد لو سمعنا ممكن يتواصل معانا وان شاء الله نحسم له المشكله. واحنا دلوقتي بالنسبه لفتره السد انتهت، واحنا بنزود في التصرفات عشان حسم الشكاوي برضو على الطبيعه. انا طبعا بشكرك، وانا عارف ان انت يعني بتقول لي في طريقه هيتعمل مزدوج وده تطوير المنطقه، انا موافق عليه وبشكر حضرتك. بس انا هسالك سؤال دلوقتي بعد اذنك. اتفضل. الحاج سيد هيكلمك وهيقول لك انا ما عنديش ميه، تمام؟ هتعمل معاه ايه مثلا؟ طيب ماشي، احنا بنزود المنسوب على اساس ان احنا، ما اذا كانت الترعه مقطوعه نفسها، اذا كان خط الترعه اللي هيتمشي فيه الميه مقطوع، هو فين بالظبط؟ اعرف هو فين.